بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف يحصل المؤمن في بعد كل صلاة أو في دقيقتين في كل يوم آلاف المليارات من الحسنات، ويحصل أيضا كما عظيما جدا من المغفرة بعمل يسير جدا. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا خلق الإيثار، بأن نؤثر إخواننا المسلمين على أنفسنا وأن ندعو لهم بظهر الغيب. هذا الحديث صححه الهيثمي وحسنه الألباني، وله شواهد كثيرة في السنة تقويه، هو إن شاء الله حديث صحيح. من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسن، أو من قال اللهم استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسن. إذا أنت عندما تدعو بظهر الغيب لأخيك المؤمن، تقول اللهم اغفر لأخي أحمد أو اللهم اغفر لأخي محمد، تأخذ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأنك استقطعت من وقتك استقطعت من وقتك الثمين، وتركت نفسك ودعوت لأخيك المؤمن، واستقطعت من وقتك الذي يعني تريد أن تدخر فيه عملا صالحا لنفسك، وتركت العمل لنفسك وعملت لأخيك المؤمن. فيسن دعاء. إذا أنا عندما أدعو لأخي المؤمن بظهر الغيب باخد حسنة. طب لو أني دعوت للمؤمنين على وجه الأرض جميعا، وأصاب دعائي كل المؤمنين على وجه الأرض، إذن أنا أحسنت لكل المؤمنين على وجه الأرض، فأخذ بكل مؤمن على وجه الأرض حسنة، والحسنة بعشرة، والله يضاعف لمن يشاء. في الآن مليار ونصف مليار مسلم على وجه الأرض. لو أنك قلت مخلصا النية محتسم الأجر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أخذت مليار ونصف مليار حسنة، والحسنة بعشرة، يبقى 15 مليار حسنة. 15. لو أنك قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، من لدن آدم حتى تقوم الساعة، يعني فأصبت بدعائك كل المؤمنين الذين كانوا جاءوا قبلنا والذين سيأتون من بعدين يوم القيامة، تضاعف الثواب أضعافا كثيرة. لو أنك قلت ذلك كررته بعد كل صلاة أصبح وردا ثابتا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، وهكذا 10 مرات على سبيل المثال. طيب احنا قلنا 15 مليار حسنة، ده هيبقوا 150 مليار حسنة، ده هيبقى أكتر، لأن أنت تقول من لدن آدم حتى تقوم الساعة. لا، نحن لا نعلم كم مؤمن سيأتي من بعدنا، يعني في الآن في المليار ونصف مسلم، ربما كمان 20 عام يصبحوا 3 مليار أو 4 مليار وهكذا، يبقى هيبقوا كام؟ 300 مليار، 400 مليار، اضرب في 5 صلوات 2000 مليار حسنة أو 3000 مليار حسنة كل يوم بعمل يسير جدا وورد ثابت بعد كل صلاة على عقل الأصابع، اللهم اغفر لمين ومولات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، اللهم اغفر لمين ومولات الأحياء منهم والأموات من لدن، فضلا عن كم عظيم جدا من مغفرة. ليه؟ من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له ولك مثل ولك مثل ولك مثل، دعاء ملك الحسنات يجلس على كتفك الايمن ويسمعك ويقول لك ولك مثل ولك مثل. باذن دي طريقه عبقريه في الحصول على مغفره من رب العالمين سبحانه وتعالى. لان ربما لو الواحد دعا لنفسه قال يا رب اللهم اغفر لي، ربما لا يغفر الله له. لكن عندما تترك نفسك، وهذا هو خلق الايثار، وتؤثر اخاك المؤمن على نفسك وتقول اللهم اغفر لاخي، ربنا سبحانه وتعالى حيي يستحي يغفر لك قبل أن يغفر لأخيك المؤمن. حياء، ربنا سبحانه وتعالى شديد الحياء. أنت تركت نفسك ودعوت لأخيك المؤمن، إذن دي طريقة غير مباشرة لجلب المغفرة. يعني عايز ربنا يغفر لك، بدل ما تقول اللهم اغفر لي، طبعا أنا مش بقولش ما حدش يقول اللهم اغفر، لا، لا يجب أن ندعو بالمغفرة لأنفسنا، ولكن دعائك بالمغفرة لإخوانك أجلب وأوقع في الحصول على المغفرة لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى حي. يحضرني هنا حديث عظيم، ان احد المؤمنين سترجح سيئاته على حسناته بمقدار سيئه واحده، اذا هو داخل النار، داخل النار. واحد اخر ليس معه الا حسن، ليس معه الا حسن، ليس معه الا حسنه حسنه واحده. فيقول يا رب أعطي حسناتي هذه لأخي هذا حتى يدخل الجنة.
عشان تتساوى الحسنات مع السيئات، وبالتالي يقف على جبل الأعراف فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ولما فعلت ذلك؟ قال لأني هذه الحسنة لن تنفعني، فبها أو بغيرها سأدخل النار، أما أخي هذا فسنفعه. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى له أنا أولى بذلك منك، يعني أنت رحمت أخوك متفاس الحاجة الحسنة، أنت ما عندكش الحسنة واحدة وديتها له عشان يخش الجنة، وأنا ما رحمكش ودخلك الجنة، خذ بيدي أخيك وادخل الجنة وانتكوا حسنة وضاعفها ويؤتوا من لدنه أجرا عظيما. شوف، فربما الإنسان بحسنة واحدة بس، شوف بقى خلق الإيثار عمل إيه، خلق الإيثار. ف لذلك عايز ربنا يغفر لك كتير، ادعو بالمغفره يا اخواني كالمؤمنين. يبقى انت كده حصلت كم عظيم جدا من الحسنات، وحصلت كم عظيم جدا من المغفره بعمل يسير جدا، وهذا من الفقه ان يعمل المؤمن اعمالا يسيره وحصل بها ثوابا عظيما. يبقى ورد ثابت بعد كل صلاه على الاصابع كده، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من لدن ادم حتى تقوم الساعه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من لدن، وتكررها 10 مرات 20 مره 30 مره، يكون وردا ثابتا بعد كل صلاه، الحصول على الاف المليارات من الحسنات والحصول على كم عظيم جدا من المغفره. وبالتالي يدعو لو أن كل مؤمن فعل ذلك لدعا كل المؤمنين على وجه الأرض لإخوانهم، أو لدعت الأمة كلها بعضها لبعض. شوفوا انظروا عظمة هذا الشرع وعظمة هذا الدين. أنا هكتب لكم كل طرق الحديث ده تحت الفيديو، وانسخوه وانشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولعلم علما فإنه أجر مع عمله يوم القيامة، لا أنقذ ذلك من مجرم شهيدا. شوف تفعيل الجرس واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على 10 سنة ربيع. كل قول هذا، استغفر الله لي ولكم.